السلام عليكم، إن شاء الله راح أبلش الشرح آخر جزء من شابتر 4. شابتر 4 آخر جزء فيه بحكي لي عن الستاجنيشن تيوب. الستاجنيشن تيوب أو التوتال هيد تيوب هو إحدى تطبيقات للتبرنولي. شو ما تسمع كلمة ستاجنيشن شو بخطر ببالك؟ بكل بساطة بخطر ببالك النقطة اللي كان اسمها ستاجنيشن بوينت، هي الستريم لاين، النقطة اللي أول ما تصطدم بشيء بيكون سرعتها صفر. شريط الستاجنيشن تيوب نفس الإشي. عندي أنا هون مثلا سائل بمشي باتجاه، إن مشى لك عنده تيوب، تيوب مفتوح من هون ومفتوح من هون، يعني من الأعلى من الأسفل. شو بصير هذا الأنبوب فيه؟ بحكي لك بكل بساطة، السرعة عند النقطة لحظة دخول الماء مثلا أو السائل تكون هي ستاجنيشن بوينت. يعني شو يعني؟ السرعة صفر. تمام. فهي النقطة تكون السرعة عندها صفر. تحسب فرق قديش ضغط النقطة هاي. ضغط النقطة هاي هي H زائد H مضروب في جاما. ضغط النقطة هاي وين نهايتها؟ سطح السائل، فبتكون جاما H. ما ضغط النقطة هاي وين بدايته؟ هون، فبتكون جاما H زائد H. نشرحها بالتفصيل. فبتطبق معادلة بيرنولي، E1 قديش بيساوي؟ سطح السائل هيو شايف جاما H كابيتال، ايش بي 1 تو اكو عباره الانبوب هذا هيك كي جاما سمول زائد اتش كابيتال. الضغط بينهم كم؟ جاما اتش فعليا فرق الضغط بينهم وجاما اتش كابيتال بتروح اتش كابيتال. ايش عباره عن ايش؟ عباره عن بي 2 بس بي 1 كانه بتاكد. بصفي بعدين معادلة بيرنولي، زد على نفس الارتفاع، فيلوسيتي هون صفر، فبطلع الفيلوسيتي بدلالة فرق الارتفاع. زد 1 زائد مع جاما زائد في 1 تربيع 2 جي بيساوي زد 2 في 2 جاما في 2 تربيع 2 جي. زد 1 وزد 2 في 2 صفر، تمام؟ قديش بي 1 وجاما في اتش؟ قديش بي 2 جاما في اتش كابيتال زائد اتش؟ اطرحهم من بعض بتطلع معي في 1 زائد 2 جي في اتش. دائما الستاجنيشن تيوب السرعه في المسار اللي ماشي فيه جذر الاثنين في فرق الارتفاع سطح السائل وسطح التيوب، جذر الاثنين جي اتش. بسموها ثيوريتيكال، نظريه. تبديها الحقيقيه بضربها بفاكتور اسمه سي في، مهم كثير. طب لو كان عندي اثنين زي هيك، بكل بساطه انا السائل بيمشي عندي زي هيك، تمام؟ السائل بيمشي عندي زي هيك، بحكي لك هاي النقطة هذا أنبوب ستاجنيشن تيوب. هون السرعة صفر، أما هون في سرعة. قلت لك احسب لي معدل بيرنولي أو احسب لي السرعة عند واحد، شو بتسوي أنت؟ بنفس الطريقة زد 1 مع زد 2 بي 2 صفر، ضف عندي بي 1 بي 2 بي 1 وبي 2 بي 1. أنا بدي أحسب في 1، كيف بحسبها؟ ببساطة بطبق معدل قديش ضغط بي 1. هاي بي 1 هاي نهاية من هون له مسافة كم؟ جاما في اتش. ضغط النقطة هاي كم؟ تيجي من هون لنهاية الأنبوب كم؟ جاما في اتش كابيتال، تمام؟ كابيتال ناقص اتش، كابيتال ناقص اتش هاي المسافة. هو فرق الضغط بينهم، فرق الضغط بين بي 1 بي 2 هي اتش كابيتال ناقص اتش. يعني ايش؟ الارتفاع بين الأنبوبين، زي ما حكيت لك دائما فرق الارتفاع بين أنبوبين، فبتقدر لي تجي H ناقص H small. في حالة احذفها، فضل القانون هذا يمشي. هاي الحالة الأطول والأصعب. الحالة اسمها البيتوت تيوب إن ذا بايب. تيوب إن ذا بايب بكل بساطة في عندي أنا ستاجنيشن تيوب هو بايب، هو هذا الستاجنيشن تيوب اللي هو ببلش من 2 وينتهي ب3. ستاجنيشن تيوب السرعة عند 3، السرعة عند 2 بتساوي صفر. انا طلبت منك وجيت قلت لك في مي بتدخل من البيتوت تيوب، لي هي المي، والمي بتدخل هيك مثلا هيك، هي المي احسب لي سرعتها كم؟ سرعه 3 و2. بقول لك سرعه 3 و2 هي صفر لانه هذا ستاجنيشن تيوب، تمام؟ مثلا شو بعمل؟ بطبق معادلة بيرنولي ليكن بين 3 و4، كيب 3 على جاما، اضغط هاي مش صفر، زائد زد 3 زائد V3 جاما V3 تربيع G بتساوي
فور جاما زائد زد فور زائد في فور تربيع 2 جي. المطلوب مني في فور، تمام. ببساطة بحكي لك الحالة البيت ستيك تيوب بتعمل فرق الارتفاع، زد ثري زد فور تعتبر المولكين الموجودين. في ثري كم؟ صفر، محنا ستاجنيشن هاي. شو صفى عندي؟ فرق الارتفاع بيساوي في فور تحت الجذر 2 جي. بالضبط. هذا مثال، هذا مثال ثاني عليه تقريبا. هذا اذا بتلاحظ انه المي دخلت 2، فبالتالي هذا هو الاستاجنيشن تيوب. المي كيف بتمشي؟ بتمشي بالمسار هذا. لا كيف السائل عندي بكل بساطة نقطة واحد بدخل هيك من هاي الجهة، تمام، من هاي الجهة. هون جيت قلت لك احسب لي مثلا سرعة عند واحد، احسب لي سرعة عند واحد، فشو بتطلق معادلة بيرنولي بين اثنين وواحد، قولي تمام. في اثنين كم؟ صفر. ستاجنيشن تيوب في وين بدي اياها؟ الزدات قلت لك فرق الارتفاع، تمام. شو صفى عندي؟ صفى عندي بي 2 بي 1. بدي احسبهم بكل بساطة سهلة. بي 2 بتساوي بي 1، زين. انا مشيت المسار هذا بي او، المسار شو عبارة عن ايش؟ انا نزلت هاي المسافة من هون، احنا مهملين فرق الارتفاع، نزلت انا من هون هون قديش هاي المسافة، او نزلت من هون هون المسافة كم؟ كل هاي المسافة والله زائد جاما سائل هذا، كم هاي المسافة؟ اكس كابيتال اكس اتش سمول. انا نزلت المسافة هاي كم؟ زائد كامل السائل الثاني ايش؟ في اتش سمول. زين انا ايش؟ طلعت لفوق وطلعت لهون، هاي المسافة ناقص كامل السائل الاول اكس، تمام. اكس مع اكس راح ترتفع بتصفي جاما 1. هذا الاشي اللي عندي انا، بي 2 بتساوي بي 1 جاما ميركوري اللي هو جاما 2 ناقص جاما 1 في جي في اتش، ورو ناقص رو في جي اللي هي جاما في اتش. الشيء اللي انا عملته فوق ايوه، رو 1 اللي هو السائل الخارجي، رو 2 هو السائل الداخلي. رو 1 في اكس، رو 1 في اكس بيطيروا مع بعض، هاي غير لون بس، هاي جاما 1 في اكس بتطير، جاما 1 في اكس بتطير. صف عندي سالب جاما 1 في اتش زائد جاما 2 في اتش، يعني جاما 2 في اتش بس جاما 1 في اتش. هاي بطلع فرق الضغط، بطبق معادلة اللي بيطلع معي هذا. دائما نهمل فرق الارتفاع. هذا سؤال مثال عليه. بقول انا في عندي كيروسين بدخل، وفي عندي هون ميركوري، اللي احسب سرعة الهاي. ببساطة بدخل من النقطة واحد، بدخل من النقطة اثنين، بس مش واضح مع الشكل. بمشي انا هذا المسار، برجع اطلع. فرق الارتفاع زد 1 ناقص زد 2، تمام. راح تقول لي تمام V1 stagnation صفر، 2 بدي اياها. يلا انزل، انزل هاي المسافة. احنا اهملنا فرق الارتفاع عادي، او تقدر تحكي B2 بتساوي بكل هي من هاي الجهة بدها تساوي B1. انا نزلت لتحت لحد، شوف هيك مشيت انا، نزلت لحد، انا باخذ المسافة العمودية من هون لهون، هاي المسافة كم؟ نازلة موجبة جاما كيروسين موجبة في كم؟ زد 1 ناقص زد 2 زائد ال، اعطيني قيمة ال كأنه مش مطلق، اصلا مش راح. انا شو عملت؟ طالع فوق سالب جاما ميركوري واي، راح اطلع من هون لهون، ايش هاي؟ سالب جاما كيروسين ال ناقص واي. لاحظ جاما كيروسين، جاما كيروسين هاي موجبة وهاي سالبة، فال مع ال زد 1 ناقص زد 2 اصلا مهملات، واصلا لما هون يحس بيغيروا بعض، واي معطيني اياها 7 متر، جاما كيروسين معطيني اياها 0.81. تو بدها تساوي بي 1 زائد جاما كيروسين في زد 1 ناقص زد 2 زائد ال ناقص جاما ميركوري في واي ناقص جاما ميركوري في ناقص واي. فبعد ما رتبت المعادله طلعت هيك، راحت ال ال راحت، خليت زد 1 ناقص زد 2 المفروض تشيلها. أيوة مثل ما شرحنا نعمل فرق الارتفاع، عملنا فرق الارتفاع، هذا هو فرق الضغط، بعدين طبقت معادلة بيرنولي على جاما كذا كذا،
طلع الفيلوسيتي عشان فرق الارتفاع اختفى. ثالث سؤال كان هذا آخر سؤال، راح يكون آخر سؤالين. سأقول لك وجهة الفيلوسيتي سكشن 1 بالنسبة للسكشن 2. ببساطة أنا شو قلت لك؟ الفيلوسيتي بالسكشن 2 كان زيرو. ليش؟ سيجنيشن تيوب ثم الفيلوسيتي عند 1 الفيلوسيتي كان جذر 2 في جي فرق الارتفاع. كم فرق الارتفاع بينهم؟ 12 سنتي. تقدر تحل هيك مباشرة. تقدر بطريقة ثانية كيف؟ قديش بي 1 جاما اتش 2 زائد اتش 3 يعني 0.1 10 يعني سنتي في جاما. قديش ضغط النقطة 2؟ 3 7 10 و 12 20 3 7 10 و 12 22. فبحكي 2 جاما. ايش فرق الارتفاع بينهم؟ 0.12. نفس الاشي بي 2 جاما في اتش 1 زائد اتش 2 اتش 3 ما في اتش 1 زائد اتش 2 من بعض يعني ما يبقى يلا السؤال الأخير بقول بنفس الطريقة. أنا معطيني هاي 0.1 متر تمام الديميتر 0.1 و معطيني هاي 0.1 معطيني إنه فرق الارتفاع بين هاي القيمة وهاي القيمة. شو بقول لي؟ بقول لي احسب الكيو بشكل عام. الكيو واي على أربعة لتر بي. الكيو هي بتساوي أريا في فيلوسيتي. معيش فيلوسيتي كيف بجيبها؟ كيف تعمل؟ أول شيء فرق الضغط نقطة واحد نقطة تمام. بي 1 بدها تساوي مسافة من هون لهون سميليها اكس. وضغط النقطة 2 كم؟ 0.2 زائد اكس. فرق الضغط كم؟ 0.2. بي 2 ناقص بي 1 تساوي كم؟ 0.2. تمام. قلت نولي على جاما زائد زد 1 زد 1 زد 2 اصفار بي 1 1 تربيع 2 جي تساوي دو جاما ما فيش بي 2 تربيع صفر. بالتالي ناقص بي 2 بتساوي في 1 سالب في 1 تربيع جي ناقص بي 2 هيو طلعت الفيلوسيتي. طلعت الفيلوسيتي بدي اجيب الكيو. الكيو بتساوي الاريا على 4 في الديمتر 1 تربيع ايش الفيلوسيتي طلعتها. هيك بطلع الكيو عند اي مكان بدي اياه. ما في x تو زائد x ناقص بي 1 طلع معي هذا الرقم. إذا عملت هيك طلع معي فيلوسيتي في الكيو بتساوي الرقم. انتهى chapter 4. يعطيكم ألف عافية.